هذه آخر مقابلة ديالي، آخر مقابلة ديالي مع فريق رجاء البيضاوي. ست سنوات الحمد لله وأنا مع الرجاء. هاد السنة دي اللي ما كنحسبهاش أنا، لا كنحسبهاش أنا في 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 مقابلات ديال الكاف وكاس العرش والشامبيونا، يلا يمكن لعب شي خمسة الماتشات. هادو اختيارات ديال المدرب اللي كنحترمها. صراحة كنت كنتمنى باش يكون آخر سنة ليا، يكون إن شاء الله الحمد لله ديت لقب. كنت كنتمنى إن شاء الله باش ندي معاهم الشامبيونا ونشارك مع الأصدقاء ديالي في المقابلات، نسجل ونعطي تمريرات حاسمة. ربي يبغى بحال هكا، الحمد لله على كل حال. صراحة أنا ما غنساش هاد السنوات اللي دوزت مع فريق رجاء البيضاوي. فرق كبير، وكان حصل لي الشرف باش لعبت داخل هذا النادي العريق، اللي صراحة كنت خديت قرار ديالي وأنا مقتنع باش نسيني في فريق رجاء البيضاوي، وعاود جددت رغم العروض اللي كانوا عندي، غير باش تعرفوا محبة وهذا الفريق عندي غالي بزاف. الحمد لله بديت معاه ألقاب، فرحت معاه، حزنت معاه، كنبغي نشكره بزاف، لأن صراحة عمري شفت منه شي كلمة ديال العيب. كان شي ما كيطلب بأنني باش نداد وجدت. صراحة شنو نقول لك، صراحة الفرق كيف يقولوا صعيب بزاف باش تكون في واحد الفريق كتبغيه، والأصدقاء ديالي اللي مشكورين صراحة كاملين اللي كنبغي نشكرهم كاملين. وصراحة فريق رجاء البيضاوي ديما غيبقى عندي كبير، وديما غنبقى نحترم هذا الجمهور الكبير اللي كنت كندخل التيران وانا فرحان صراحة باش نلعب وسط هذا الجمهور، وكان كيحصل لي الشرف باش نلعب وسط الجمهور. الحمد لله كنت محظوظ باش لعبت فريق رجاء البيضاوي، والحمد لله كيف قلت لك، كنتمنى الفريق رجاء البيضاوي ان شاء الله يعاود يرجع ان شاء الله الألقاب. ورسالتي صراحة للجمهور، انا كنبغي نشكرهم بزاف اللي شجعوني في السراء وفي الضراء. والحمد لله انا من اول جيت فريق رجاء البيضاوي وحملت هذا القميص، كان حمل ثقيل وكان عندي غالي وكان شرف ليا. كنت كنبغي كل ما ندخل كنبغي نقدم كل ما عندي صراحة باش نخرج راضي على راسي ونخرج راضي الجمهور عليا. الحمد لله اللي بقيت صابر، خصوصا السنة دي بقيت صابر، لأن صراحة مرت من ظروف خيبة بزاف. وصراحة بعد معنا دي حسيت براسي بحال تحاربت، أنا ما نسمحش الناس اللي داروا لي بحال هكا، رغم كانت آخر سنة ليا كنت باغي نعطي كل ما عندي، ولكن ما كتبش. هذه كرة القدم، كيف ما قلت لك الحمد لله بقيت صابر 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 حتى لآخر دقيقة وحتى لآخر مقابلة باش نتوادع مع هذا الجمهور الغالي اللي بقى ديما غالي وعمري غنساه. وبالتوفيق رجاء، وقول لهم الله يوفقهم.